اهلا بحضراتكم من جديد، بس انا عايز اقول لكم على بعض الارقام. مثلا الموسم ده الفريق لعب 22 مباراه في الدوري ما خسرش ولا مباراه، لعب 3 في الكاس طبعا ما خسرش لانه حامل اللقب او يعني حصد اللقب، وخسر في كل الدوري والكاس 5 اشواط فقط، 3 في الدوري و2 في الكاس. 2 في الكاس طبعا كان قدام نادي الصيد في المباراه الاخيره، و3 اشواط فقط في موسم في 22 مباراه، شوط قدام الشمس وشوط قدام الزمالك وشوط قدام الصيد.